عصابة الشحات، تطورات الشناوي، تجديد معلول ومطالب كولر وخطة حمراء. يسعدنا وبيشرفنا دائما بير الأسرار ومنبع الأخبار الأستاذ عبد الحكيم أبو علم ناقدنا الرياضي الكبير لمناقشة ومعرفة أبرز التفاصيل الخبرية في حلقتنا النهاردة. أستاذ عبد الحكيم منور الدنيا، ربنا يكرمك. اخبار حضرتك ايه؟ كتير قوي الكلام ده عليا. لا ده حقيقي، انت بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. من ساعه لما ابتدينا الهدف بتيجي، اللي بتقوله بيحصل الاسبوع اللي بعديه على طول، مش بعديها باسبوعين ثلاثه. الحمد لله. قلت لنا الاسبوع اللي فات ان طاهر، محمد طاهر، هيجدد في عز ما كانت كل الناس بتقول ان طاهر خارج النادي الاهلي. وفعلا طاهر جدد. علي معلول. فايه قصه؟ طب نبتدي بعلي معلول بقى. ماشي على طول كده نسبه. نسبه ونروح لعلي معلول. طيب معلول، احنا كلامنا كلامنا احنا هنا في البرنامج وملناش دعوه بالناس اللي بتجود بعدين. احنا قلنا الامور بعيده. لا قلنا الاهلي اتكلم ولا قلنا اي حاجه خالص. لكن قلنا ان الامور بعيده. اللاعب بياخد رقم، حتى ما رضيتش اقول الرقم، لكن هو رقم اكبر من المليون دولار. تمام. في الوقت الحالي الرقم ده كبير شويه. فالنادي الاهلي لو هيجدد له مش هيدفع الرقم ده. لكن الناس اجتهدت بعدينا، وده كل ده طبيعي في شغل الاعلام، اجتهدوا راح جود وقال لك ده تفاوض والارقام. لا، هو التفاوض كان مجرد كلمتين اتقالوا والدنيا وقفت لحد كده. النهارده وكيل علي معلول طلع وقال نفس الكلام، ان الامور بعيده. بس ده شغل طبيعه الايجنت او المدير بتاع اللاعب، انه تملي يحافظ على العلاقه ما بين اللاعب وبين النادي. لكن انا هنا برضو باكد تاني، الامور ما بين علي معلول والاهلي امور على المستوى العلاقه اللي هي مستمره من 7 سنين، علاقه كويسه جدا. كابتن محمود الخطيب بشكل شخصي وكل ما سنة ده لديهم رغبة في استمرار علي معلول. لكن هل علي معلول سيتقبل فكرة انك تخفض الراتب بتاعك؟ هي هنا المشكلة في الموضوع. لو الكلام ده رضي علي معلول، علي معلول هيستمر في النادي الاهلي. لو مرضيش، هنا بقى قصة عند النادي الاهلي، النادي الاهلي هل هيقبل ولا لا ان يفضل الرقم زي ما هو. ستظل قصة علي معلول ممتدة شوية. وبالمناسبة علي معلول عنده عروض، الناس هتزعل مننا بنقول كده. اي لاعب في قيمة وحجم علي معلول عقد يخلص بنهاية السنة يا استاذ ابراهيم، طبيعي لما يكون فري حتى انديه، وخصوصا انديه العربيه، طبيعي انها تتكلم معاه. عنده عرض قطر، عنده عرض سعودي، موضوع شديد جدا. الدحيل والتعاون ده طبيعي على فكره، شيء مش مستخبي ومش مش مش اي حاجه. دي قصه علي معلول.